ما عنديش مانع انه نصر هو اللي يجهز العقود، اهو بنرمي له عظمه ساعات بنحتاج له، ده غير انه صاحب محفوظ من زمان زيك كده. يعني مفاتيحه كلها معاكم. انا فعلا في شغل تاني بيني وبين نصر، بس ما يخصكش علشان تسال عنه. وعلى فكره نصر مش هيسيب مكتبه، محفوظ هو اللي هيروح له وقريب جدا برضو من غير أسئلة. مع السلامة. عشان تصدقني اهو يا عم. قشطة قشطة يا روميو يا جابت. اهو ده الكلام عشان تبقوا تسرقوني بعد كده يا أساتذة. ما انت اللي كنت شايق في العوج. المثل قالك ايه؟ امشي عدل نحتار احنا فيك. الزهر كده اللي كتب على ظهر التوك توك مفيش صاحب يتصاحب، ده كان مقروز زي حالاتي. خلاص بقى صافي يا لبن. بعدين ما انت عارف يعني الواحد وراه مصاريف قد ايه ومتكوم عليه ديون قد ايه. عارف وعلى راي مزاجنجي، ما هو اصل الكيف بيزل خصوصا بقى لو ما كانش رخيص. ماشي يا عم الكرف. طب خليك في حالك انت. بقول لكم ايه، انا اللي حاسب. لا تلات تلاتات. مش عايزين اخر الليل نفتش في بعض، عايزين نبقى حراميه محترمين. طب ما انت محترم يا عم. اوعى خلص. بقولكوا ايه، ما احنا كله على عينك يا تاجر. افتح يا الناس يا قوي. ايه ده؟ ده زلط زلط يا نهارك اسود. لسه واخد ايه يا اخويا؟ مش هيخرج يا جدعان والله العظيم. تعال وانا. صباح الخير. صباح النور. منزل الاستاذ محفوظ زلطه؟ اي خدمه. انا الاستاذ شندويلي مندوب مالي من القناه الفضائيه، جاي اسلمه المكافاه بتاعته ومكافاه ظهوره في البرنامج 5000 جنيه. اهلا وسهلا. وحضرتك قلت لي اسمك ايه؟ شندويلي. عاشت الاسامه يا استاذ شندويلي. انا رمز اخوه شقيقه ابن ام ابوه، يعني جايين من نفس البطن، وممكن استلم الجايزه بالنيابه عنه يعني زي ما تقول. يعني ما ينفعش يا استاذ، دي اجراءات رسميه، لازم هو بنفسه اللي يستلم ويمضي لي هنا. ايوه استاذ شندويلي، يعني ما هو لو كان جوه انا كنت دخلتك ليه، بس هو زي ما تقول كده يعني خرج من بدري، خد في وشه وخلع يعني. مش مشكله نستناه شويه. مش عندكم شاي ولا ايه؟ شجرة يا اخي. هوبا. طب امشي انا بقى. اثبت يا شندويلي. وهي السما بتنطر بسبوسه ولا ايه؟ بونجور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اموريني. هي دي شقه استاذ محفوظ زلطه؟ محفوظ زلطه؟ محظوظ المحظوظ محفوظ. أنا رمزي أخوه شيقه ابن أم أبوه، يعني زي ما تقولي، ومش مرتبط. هاي، هو أستاذ محفوظ موجود؟ بقول لك أنا رمزي وزلطة برضه ومش مرتبط. موجود؟ راح أجيب حاجة ياما. يوهو، حاجة إيه يا بيت؟ أي حاجة. السلام ياما. اسمعي بس أما أقول لك. والنبي خليكي في مهند بتاعك ياما. زمانك بتقول ايه اللي جاب المجنونه دي هنا صح؟ لا ابدا ابدا. انا من كتر ما شفت في حياتي ما عدتش استغرب من حاجه. استغرب بجد بقى لو انت جايه تهنيني عشان ظهرت في البرنامج التلفزيوني ده، انت كمان يعني. انا ما جبتش الديب بديله يعني. لا طبعا مش جايه ابارك لك.
أنا جاية أحذرك. تحذريني من إيه؟ جاتوه؟ يا دي النيلة، ما الجاتوه اليومين دول خاسس كده؟ خد يا انتصار دوق يا حبيبتي. تشكر يا ست فوزية. ها حلو؟ أوي حلاوته تجزع النفس. بس خد يلا، الكميات قليلة شوية والله بعقد الله. البيت دي بقى انا عليها بخيله. كميات ايه بس يا بابا؟ دي القطعه الواحده من دول بتلات دسات جاتوه من بتاعتكم. طب هات لنا اثنين ثلاثه من الحمر دول. بقول لك هات العلبه كلها، تعالى نسال عليها جوه. تعالى يا اخويا هتاخد ازازه ازازه لب. خش بس قولي لي خس ما خسش. لا قولي لي منى، مين البت دي؟ مش عارفه، بس خالي ده طلع نمس. نمس؟ ما كانش باين عليه كده ابدا. لا يا اختي كلهم كده. هي الحكايه فيها منا يا انا. ايه قصدي الحكايه فيها انا يا منا. مش وقتك يا انتصار، تلحق الجاتوه. اصل يسريه التاجي اللي هي مامتي بترتب لحاجه كده مع نصر ابو الحسن وشوقي ابو الغار بتاع المحطه. اصل انا سمعتها وهي بتتكلم في التليفون معاهم عليك. بخصوص ايه؟ مش عارفة، ما فهمتش قوي يعني. المهم انهم عايزين يمضوك عشان يعرفوا ازاي يتحكموا فيك ويستغلوا ظهورك في الميديا لمصلحتهم. جو مؤامرات كده، عايزين يبيعوا ويشتروا فيك. يا ده على اعتبار يعني ان انا سلعة مطلوبة قوي للدرجة دي؟ مش مهم، المهم انك سلعة. لازم تبقى عارف قيمة نفسك كويس. حضرتك دلوقتي سلعة مطلوبة جدا، يبقى قيمتك عالية قوي. اصل الميديا ما بترحمش. الله، واضح انك فاهمه كويس قوي في الحكايه دي. في الميديا يمكن، بس في البيزنس ما بحبوش. يعني بعد ما كانوا بيبيعوا ويشتروا فيها بالرخيص، دلوقتي بقيت سلعه ومطلوبه. الله يحرق بيتك بحريقه نصر انت وشوقي ويسرى. انا اسف ما خدتش بالي بقى. ولا يهمك، هات ودنك وركز معايا. يسرية التاجي اللي هي مامتي. ايوه انا عارفه ان هي عايزه تشفط من وراك المكسب كله وترمي لك انت الفتافيت. اصل انا شفتها بتطلع الناس سبع سما وبعدين توقعهم على الارض. يا ابويا يا ابويا، عايز اسالك سؤال. انت متاكده ان انت بنتها؟ متأكدة؟ طيب وداني تلزمك في حاجة تانية؟ لا، دلوقتي اللي يلزمني موبايلك عشان أسجل لك نمرتي عليه عشان تبقى معاك على طول. لا ما ترنيش ما ترنيش، أنت بس قوليها وأنا هحفظها على طول. لا سجلها على الموبايل أسهل. لا ما هو أصل أنا بالنسبة للموبايل. أوعى تقول لي معاكش موبايل. في حد دلوقتي يمشي من غير موبايل؟ أنا. طب هات ايدك هكتبها لك على ايدك عشان تحفظ. ها؟ هي بتعمل ايه؟ وانت كده متاكده يعني انها مش هتتمسح؟ لا طبعا، ما هي على ما تتمسح تكون حفظتها. ايوه دي بتسحر له. هو انا ممكن اغتت عليكم كده واقعد معاكم شويه؟ منا بنت اختي. نايس تو ميت. اهلا يا حبيبتي منوره. انا ممكن اسالك على حاجه؟ رقم الروج اللي انت حاطاه ده كام؟ طبعا خديه ليكي خالص، انا مش عايزاه. خديه. شكرا قوي. ميرسي. بس مش عارفه يعني، بيتهيالي على لونك ولون شعرك بيتهيالي في الوان تبقى احلى بكتير. بجد؟ طب زي ايه كده؟ طب وريني اللي عندك. طب يلا. عن اذنك يا خالي. عن اذنك يا استاذ محفوظ. شغل بلدي عجيب عجيب يا منى. افضل كنافه كنافه كنافه. هذا مش كنافه عبد الله، هذا اسمه جاتو. جاتو جاتو. عبد الله، اريد ان اسالك سؤالا. ترى ما هو احلى،
الجاتو ام الكنافه؟ الاثنان الاثنان هفضل. الشرع ايضا يسمح باربع. اضرب عبد الله، كنافه من قبل، جاتو حاليا، بطن يصير خراب. اضرب. سكت ليه يا عم مين؟ مش ناوي تقول حاجه؟ ولا رميت الحمل كله على صاحبك وخلعت؟ هو محفوظ اللي اداهولك؟ مش بالسهل. قاعد لعبني يمين وشمال لحد ما في الاخر. بقولك شوف، هو انا 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 انا, أنا كنت بفتش على حاجات في يعني العده عشان احاول اصلح التاكسي. مديت ايدي كده بسيط، اتلاقيت الـ 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 البتاع ده. انا شفت ايه ده؟ ايه ده؟ ذهب. انا اتلخبطت، قلت ما عرفش اعمل حاجه. فقلت اقول لمحفوظ، انا ما عرفتش اعمل حاجه، انا اتلخبطت. عندك حق، بس انت راجل طيب يا عم مينا، عايش على المبادئ والاخلاق الحميده، حياتك كلها بسيطه وسهله، وابحتك للرب وللناس. دوره الباب بقى الصغير لما بيكبر واحلامه بتكبر معاه، عارف بيبقى نفسه بس بضربه حظ واحده توقفه على رجليه، وبعد كده يفضل ماشي في السليم. ضربه حظ واحده دي مش ضربه حظ، دي سرقه. عارف يعني ايه سرقه؟ يعني خطيه. فاهم يعني ايه خطيه؟ يبقى يعني حرام. فاهمني؟ ولما محفوظ زلط صاحبك يسلمني العيال قلبها ميت، والجرام في دمها ده يبقى اسمه ايه يا عم مينا؟ طب والذهب لسه معاه؟ اه معاه، بس هيرجع، ورحمه امي وابويا لا يرجع. اتصرف يا عم مينا، اتصرف، وزي ما اديت له الذهب ترجعه لي تاني. لسه البنت قاعدة، أنا مروج، أصل طلعت على أخدك منها، يعني ربي. تعالي بس. إيه رأيكم؟ نزلي إيدك دي، نزليها بس، نزلي. إيه رأيكم؟ مين دي؟ أنا فيهم؟ دي بنتك يا حامد. بنتي؟ خش يا بنت، خش شيل المسخرة على وشك دي. تخش ليه؟ احنا في البيت ومفيش حد غريب. قمر يا اختي والنبي قمر. بجد يا داليا انت عملتي فيها ايه؟ يعني البنت كانت ابيض واسود، خليتيها الوان ازاي؟ ها؟ سر المهنة. انا عن نفسي كمان ما كنتش مصدقة. ليكي حق ما تصدقيش. صاحبتك دي ساحرة. يا رمزي. رمزي كني يا رمزي، كني يا ابويا. بلاش غتاتة، ايه ساحرة؟ امسك نفسك شوية. خليكم انتوا، انا هفتح. اتفضل. انا مروج، يعني اولي وش بالناس فيه انا مروج، تاني يقول لك ساحرة. بنتي دي ساحرة. مش كده. كلمة فيزا حبايبك. فيها رمزي. ايه؟ احضر الشنطة محفوظ. ده منزل عائلة زلطة؟ ايوه، مين اللي عايزه يعني؟ معايا امر بالقبض على السيد رمزي عبد العزيز زلطة. ايه؟ رمزي؟ لا، طلعة دي مش بتاعتي يا حامد. يا لهوي، الحقنا محفوظ. ايه رأيك يا محفوظ يا اخويا؟ ما انا سبق وحذرته. الله، لا هو ما قالكش ولا ايه؟ لا قال لي يا نصر، قال لي على كل حاجة، بس ما كنتش اتوقع يعني ان قلة اصلك تخليك تقدم الايصالات دي للنيابة. شوف يا محفوظ اخويا، انا مش عايزك لا انت ولا اخوك تزعلوا مني، احنا اخوات وياما كلنا عيش وملح في باب الخلق، لكن الحق حق، وادوا الامانات الى اهلها. قول لي رسيني يا اخي، بدل ما تدخل البوليس والنيابه بينا. وانت عنده قولك. خلاص يا سيدي، لو الفلوس موجوده معاك هاتها، وانا اروح القسم اعمل محضر صلح فورا. او ايه يا ناصر؟ او حضرتك تلطع امضتك الكريمه على العقد ده، خمس نسخ. عقد ايه ده يا ناصر؟ العقد ده بقى يا سيدي هو المفتاح اللي هيدخلك جنة الإعلام. بالعقد ده هتضمن مساحة متميزة جدا في المحطة بتاعت زميلنا شوقي أبو الغار.
بمبلغ مغري جدا جدا خارج المنافسة، والمدة 10 سنين بحالهم. ومقدم العقد ده يا عم خلاص، هو الدين اللي في رقبة أخوك ليا. ماشي يا نصر. ماشي إيه، مش هتمضي؟ لا لا مش همضي دلوقتي، لا ما أنا لازم أراجع العقد الأول، وبعدين حتى لو مضيت ما يبقاش ده قصاد الدين اللي في رقبة رمزي ليك. دي نقرة ودي نقرة يا نصر. إيه خلاص زي ما أنت عايز، أنا بس يعني كنت عايز أحل لك المشكلة. لا هتتحل إن شاء الله، وفلوسك هتوصلك قريب قوي. احنا النهاردة كان في الشهر. ايه؟ السلام عليكم. كنت فين؟ يعني ما انتش عارفة؟ لما اسألك ما ترديش عليا بسؤال. اوكي. كنت عند محفوظ زلطة في باب الخل، وبعد كده رحت معاهم القسم عشان قضية الشيكات اللي اخوت حجز بسببها زي ما انت عارفة برضه. وقال لي وديكي اماكن زي دي؟ وايه المشكلة؟ شوفي انت حرة في نفسك، تنجحي في دراستك ولا ان شاء الله عنك ما نجحتي، تشتغلي ولا تفضلي عطله كده مش فارقه معايا، بس لحد اسمي وشغلي وتقفي عندك. دي خطوط حمراء مش مسموح لك ولا المسموح لاي حد غيرك انه يعديها، مفهوم؟ خطوط حمراء ايه وبتاع ايه؟ ايه الكلام الكبير ده؟ انا رحت ازور واحد مشهور والناس كلها بتحبه، وانتي كنت السبب في الشهره دي، يعني زيارتي دي دليل على نجاحك انت. ولو علقت له بوستر في اوضتي ما تبقيش تزعلي. صح. وبعدين انا طالعه اوضتي. الو. الو. ايوه مين؟ انا خايف اكون مزاجك. استاذ محفوظ، انا بكلمك من تليفون جديد. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محفوظ. ده كريشه. لا ما اصدقائي. مش استاذ محفوظ. ربنا يكرمك كريشه، ربنا يكرمك. ده تليفون جديد. ايوه اشتريته. انت جبت موبايل؟ والله جبته مخصوص عشان اكلمك انت. انا كده هتغر على فكره. لا بقى قبل ما تتغري انا عايش بكره ضروري. ليه في حاجه؟ ها؟ العب عليك. يعني الموضوع ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه في التليفون. انت فاضيه بكره ولا مش فاضيه؟ بكره وبعده. طب نتقابل امتى وفين؟ هقول لك. ريشه ريشه ثانيه ريشه مش كده. ما انت معايا ما بقفل كده. قفلت ولا ما قفلت؟ ريشة يا ريشة. طيب اوكي، باي باي. كفارة يا رمزي باشا، خش برجلك اليمين يا حبيبي. انا النهاردة عيني عليك بردة. قدرت تحط أول نقطة سودة في تاريخك الأمني. حقيقي حقيقي برافو عليك. كفاية بقى محفوظ بقى، عمال تقطم فيها طول السكة يا أخي، حرام بقى. قلت لسه شفت حاجة؟ ده احنا بنقول يا هادي، بس ربنا سبحانه وتعالى يجعله بفايدة. خلاص يا محفوظ، كفاية اللي شافه في الحبس. يا فوزية، أسود ليلة قضيتها في حياتي. كان ربنا كبير دايما بيبعت الواحد اللي هاون عليه. تلم نفسك انت فاهم، مش هحذرك تاني انت فاهم.
تلم نفسك. طب استاذ محفوظ هنزل انا استناك في العربية. انا هنزل معاك يا دالي يلا. وانتوا رايحين فين اصلا؟ انت مال اهلك رايحين فين؟ مال اهلك انت؟ استنى محفوظ خد دول قبل ما تنزل. ايه ده يا سيدي ده يا سيدي؟ ايه يا عمي؟ ما شفتكش يعني لا في الاسم ولا في النيابة. معلش يا محفوظ كنت بحاول احل الازمة بطريقة تانية. انا كنت عارف انك هتعمل باصلك اصيل، والاصل غلاب يا عم يحيى، ظهر قبل كده في الازمة القديمة. امال ايه دول يعني؟ دول ال 5000 جنيه بتوع الكفالة، زي ما قلت لك كنت بحاول احل الازمة. لا انا خلاص دفعت الكفالة. سبحان الله يا اخي، المكافأة اللي خدتها لما ظهرت في البرنامج طلعت نفس قيمة الكفالة. من غير سحر ولا شعوذة. زادت خير خيرنا محفوظ. لو عايز تبين كرامة بقى بصحيح، ادفع الدين اللي اخوك معكوك فيه، 100,000 جنيه اللي صاحبهم من الغالي. 100,000 جنيه؟ انتوا فاكرين ان انا معايا المبلغ ده؟ لا يا ابويا، لا يا ابويا، مبلغ ايه اللي معاك؟ انت راجل غلبان، حتة موظف لا راح ولا جه، اللي بيجي بالشمال يروح باليمين. 5,000 جنيه بتوعك اهم ينفعوك في ليلة سودة. اما بقى بالنسبة لدين الغالي سيبه علي انا. يلا يا ناس دالي اتفضلي. مئة ألف جنيه. رايحة فين يا بنتي؟ ان كنت رايحة اجيب الدواء انا مش هاخده. هجيبه يعني هجيبه وهتاخديه، هجيبه وارميه من السباك. يوه، حتى بقولك ايه، ارميني انا كمان وراه. استني بس اسمعيني يا بنتي، القرشين اللي موجودين دول ليه بيهم طلبات للبيت؟ ايوه يا حبيبتي، ده دول اللي فاضلين لك لحد ما تشتغلي. انا يا بنتي ست حسيسه، واللي ما يشوفش من القربان يبقى اعمى. ولا قوة إلا بالله. يما يما اوعى تقولي كده ابدا. انا طلباتك عندي اهم حاجه في حياتي، المهم انك تبقي راضيه عليا. هو انا يعني كنت نزلت الشغل عشان خاطر مين يما؟ هو يا بنتي لو كان القرشين اللي معانا هنصرفهم في الدواء وفي الحقن، هنعمل ايه بعدين؟ هنغني ظلموه؟ نعمل اللي نعمله ويحصل اللي يحصل، ربنا هو الرزاق، بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه يم. واكيد اكيد مش هينسانا. لا صعب تعيش في الحياة دي من غير اخوات، تخيل لو عايش لوحدك كده خالص. مع اني تصورت ان حياتك يعني دوشة وزحمة كل اللي بيقرب بيبقى عايز حاجة معينة وفي الاخر ما بيلاقيهاش. ما بيلاقيش حاجة خالص؟ خالص. انت الوحيد اللي قربت وانت مش عايز حاجة، بالعكس ده انت جاي تشايلني مسؤولية مش عارفة اذا كنت هبقى قدها فعلا ولا لا. شوف يا داليا، في تجارب في حياتنا بتخلينا نكتشف جوانا حاجات عمرنا ما كنا نعرف انها موجودة. اعتبريها رحلة، يا نعوم سوا يا نغرق سوا. انا عارف انه خبر بايغ يا فندم، بس كان لازم اقول لحضرتك، كنتش عايزك تعرفي ان انا كنت موجود ما قلتش. هي لسه عندكم في باب الخلق؟ الحقيقة لا يا فندم، هي نزلت مع محفوظ. نزلت؟ نزلت راحت فين؟ مش هسلم يا حسين، ده حتى السلام لله. ده مؤاخذة في التنصار، ما خدتش بالي. هالكلام بقى ومش نايم من امبارح. الله يعينك يا اخويا. وأخبار الشغل ايه؟ تمام الحمد لله. سهران امبارح طول الليل في المكتب بحل قضايا الناس. في المكتب عليا انا؟ امال ايه،
احنا في الهاي سيزون، عقبال عملت كل واحد امبارح عمل له حوالي 700 جنيه. اوام كده عرفتوا تجيبوا واحده غيري؟ احنا قلنا لك يا بنت الناس وحذرتك وانت اللي ركبت دماغك. خلاص بقى مش مهم، مش انت مبسوطه؟ الف حمد وشكر لك يا رب. طب الحمد لله، القطر طالع وما بيستناش حد. بس عشان خاطرك انت ممكن يستنى المحطه الجايه. ها؟ لا يعني انتوا مش لقيتوا واحده خلاص، عايزين مني ايه؟ هي جامده بس لسه في التليين، انت بتجمعي بسرعه يعني، هم طرتين ويا دوب على الرابع. ها يا بنت الناس، لا شيء فوق الخبره. لا انا كده كويسه. السلام عليكم يا حسين. لا يا شيخ. ماشي، عليكم السلام يا ست انتصار. اهلا اهلا وسهلا بالغالي، اتفضل استريح اتفضلي. اهلا اهلا يا غالي. يا اهلا، مين الغالي؟ الغالية تبقى الأنسة داليا. أنت ما قلتليش حقيقي، أنت اسمك داليا إيه؟ أنا داليا السولي، المانجر بتاعت أستاذ محفوظ. الإيه يا أختي؟ المانجر يعني مديرة أعمالي. معلش يا داليا، هو أصله ضعيف في اللغة الإنجليزي. أنا زي ما أكون شفتك في حتة قبل كده، صح؟ أكيد أكيد، أنت من أهل الخطوة، أنت منتشر في كل حتة يا نصر، أكيد عثرت فيها في حتة هنا ولا هنا. يلا دولي قولي له أنت مين. هوبا يلا. مامير. مامير يعني أمها. يسرية تيجي. هدي بقى النظرة اللي أنا بقولك عليها يا دولي. بصراحة تستاهل. حلوة ونخشة زي القمر. بعد ما رميت العز والبغدة ظهر ظهرك بسببه، يا دي النيلة ليكون بختك يا بنتي، هيطلع زي بختي. أنا ما عملتش حاجة يا أمه عشان خاطر حد، أنا عملت الصح لنفسي. طوعيني يا ضنايا، اللي يشتريك يشتري واللي يبيعك بيعي يا ضنايا. حاضر يا أمه، خدي بقى الحب. لا مش هاخد يا بنتي، ما عادش ليها لزوم صدقيني. ياما ما تقوحنيش بقى، ياما خليني اخلص. يوه ما توجعيش قلبي، مش هاخد حقنه، مش هاخد الحقنه. وبعدين بقى معاك ياما. ايوه بس ده كلام غير اتفقنا عليه خالص يا اريسه دالي. استاذ محفوظ مش هيمضي غير لما البنود الجديده دي تتكتب والبنود اللي احنا معلمين عليها تتعدل. ايوه بس اسمحي لي، ده كلام مبالغ فيه جدا. انت عايزه مده العقد تبقى 6 شهور بعد ما كنا بنتكلم في 10 سنين؟ طب ما هو ممكن بعد ال6 شهور العقد يتجدد تلقائيا، او نعمل عقد جديد. وبعدين طبعا دي غير نسبه الاستاذ محفوظ في الاعلانات اللي هتخش على البروجرام. كام؟ ايه 20%؟ ده كتير قوي. وفي حد ادنى ما يقلش عن نص مليون جنيه. عامه حضرتك ما تقلقش، احنا هنرفق ملحق بالعقد، مكتوب فيه تفاصيل المواعيد كلها، بس طبعا في خلال ال6 شهور. ايوه بس 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 زي ما انا بقولك ده كتير. والله الموضوع عندنا عرض وطلب يعني. طب 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 يعني 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 مش ممكن نهزهم شويه؟ انا بكلم حضرتك في الحد الادنى، ما ينفعش طبعا نهزها. الله، ما تتكلم، قول حاجه محفوظ بدل ما انت سايبني هاتي كده لوحدي. أقول إيه؟ ده أنا مستمتع بالفرجة عليك وأنت عمال تتنفط كده يا نصر، دي متعة ما بعدها متعة. بعدين أتكلم أقول إيه؟ أنا أديت العيش لخبازه. الله يا أستاذة، إعجني يا أستاذة إعجني. حضرتك ممكن طبعًا ترجع للإدارة، تيك يور تايم، بس لازم ترد علينا عشان لو ما حصلناش نصيب معاك ويبقى في بديل. بديل؟ هي حصلت؟ إيه؟ هي بديل دي كلمة قبيحة؟ محفوظ صدقني الطمع مش حلو، خصوصا في الأول. زيدي شوف مين اللي بيتكلم، طمع مش كويس في الأول. هو طمع مش كويس في الأول ولا في الآخر؟ زيدي. طب حس كده بقى، الدين بتاع أخوك رمزي، قلت لك قبل كده دي نقرة ودي نقرة، فلوسك هتجيلك كمان يومين يا نوصة.
ليه يا اخويا؟ اتفتحت لك مغاره علي بابا؟ سيدي هالسخيفه، انت مالك انت اتفتحت لي مغاره ولا ما اتفتحتش مغاره؟ مالك انت؟ احنا هنبقى نكلم حضرتك عشان نحدد ميعاد نقعد فيه عشان العقد. يلا بينا بقى يا استاذ محفوظ. يلا يا ستي. طب ثانيه واحده. ثانيه واحده. ولو فيها سؤال هسالك سؤال بس. امتى وازاي بقيتي مديره اعمال الاستاذ محفوظ؟ ربك بقى لما يريد يفل الحديد. ومن اعمالكم صلت عليكم يا نصر. نوصى جميل. يبقى يسرية بعتنا يا نصر. بعتنا بنتها تهد الدنيا فوق دماغنا. واحنا مش واخدين حوانا، مأمنين لها. ما اعتقدش ابدا ان يسرية ممكن تعمل كده، البت دي تتصرف من دماغها. يبقى تربيها، تكسر لها ضلوعها. احنا مش على اخر الزمن هنلعب لعب عيال. مش عارف بس على فكره باين الواد محفوظ بيوزها. انا بكلم يسرية بالتليفون ما بتردش عليا. اسمع يا نصر، انا كل اللي اعرفه حاجه واحده، محفوظ زلط النهارده بقى نجم عالي في السماء، واحنا المفروض ان احنا نمضيه على عقد نضمن سيطرتنا عليه، لكن احنا سايبينه حر، فريسه سهله اي صياد ممكن ينشن عليه. افتكر ان انا دافع ثمن الفريسه دي مقدم يا نصر. انت خدت مني فلوس كتير قوي على الموضوع ده. اخي انت ايه؟ الحقيقه عندك فلوس وبس، مش مقضيك كل اللي انت خدته ده. نصر بلاش النبي الحبتين دول عليا، ده احنا دافنينه سوا. استنى. حلو، يبقى ده نفسية هرد عليها بدل ما نتخارق. الو، ايه اللي بيحصل ده يا مدام؟ ساعة بالظبط تكون عندي يا نصر. انت وشوقي. انا عارفة انه معاك. ايوه، بخصوص محفوظ زلطة. ما تكلمنيش عن داليا دلوقتي نهائي، مفهوم؟ متشكر قوي داليا. ها، هتديني فرصتي ولا مش ناوي تتغير؟ والله لو على ايديكي انتي مفيش معنى، بس يا ريت بقى تديني فرصة كده يومين تلاتة ادبر فيها اموري. لو على الفلوس اوعي تقول الكلام ده. فلوس ايه وبتاع ايه؟ الله، يا داليا هتاخدي فلوسك زيك زي اي موظف، سواء كنت بنت سنية التاجي ولا حتى كنت بنت بار مدير ونفسه. خلاص ما تقفش كده. لا اقفش، اوعي تدوسي على الزرار الغلط عشان ما تشوفيش الوش التاني. خلاص سحبتها. ايوه، كفايه الوش اللي انت هتشوفيه في البيت. زمان مصر الباشا ابو الحسن طار على ست الوالده. ما تقلقش عليا، بس عايزين نتكلم عشان نبقى نحدد ميعاد ننزل فيه. ايوه، يعني بما انك برضه يعني هتشتغلي عندي، يا ريت بس يعني تبقي حنينه شويه في السعر. ماشي يا بص. يلا اشوفك بخير. الظاهر ان مش انت بس اللي هتشوفي الوش التاني ده. سألت حسين على الموضوع اللي قلت لك عليه. موضوع ايه؟ موضوع الشغل، اذا كنت بنزل معاه ولا بطلت زي ما قلت لك. صحيح، حاب اساله لان انا من ساعتها ما شفتوش ولا ما اهتمتش. معناته ايه الكلام ده يعني؟ ما هو انا هجيب لك من الاخر بقى. ايه حكايه البت اللي انت داير ماسكها في ايدك في الطلعه والنزل؟ مين دي؟ الانسه دالية. ده علاقه بزنس. بزبس سلامات يا بزبس. ايه بزبس سلامات يا بزبس؟ ايه انت بتهش قطه؟ بزنس يعني شغل. شغل ومسكتك لإيدها فوق في البيت، شغل برضو ولا بس بس؟ انت دماغك عجيبة، عمالة تروح وتجيب في حاجات غريبة. ايه انتصار في ايه؟ في ايه؟ هي دماغي راحت ولا كان كان؟ لكن بص بقى، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. ما هو انا ما اسيبش حالي ومحتالي وارمي الدنيا كلها ورا ظهري وفي الاخر الاقي نفسي ماسكة الهوا في ايدي على قولة عبد الحليم حافظ. ماسكة الهوا في ايديك ايه؟ انا وعدتك بحاجة قبل كده؟ الصراحة لا. خلاص يا ستي، اديني بوعدك. بايه؟ هحكي لك على كل حاجه، بس اديني كده يومين ثلاثه كده اروق كده واصفى واجي لك لحد عندك وادخل البيت من بابه واحكي لك على كل حاجه برواقه. اشمعنى يومين يوم؟ لاني مستني حدث مهم يحصل،
إذا حصل هروق كده وأصفى أطمن. تقدري تصبري يومين ثلاثة كده؟ أصبر يومين؟ لا أصبر يا أخوي، أصبر قوي. صبر حلو، صبر جميل انتصار، الصبر مفتاح الفرج. كل حاجة كانت ماشية زي الفل، عقد ما يخرش المية وتيجي في آخر لحظة وتتشاربك. هو عفوا يعني في السؤال، هو حضرتك اللي بعتي داليا لمحفوظ زلطة؟ أيوة، سايباها تتعلم تختار صفقاتها وتاخد قراراتها بنفسها. أيوة بس صفقة محفوظ دي بالذات ليها وضع مختلف يا مدام يسرية. مش انت اللي هتعلمني المختلف واللي مش مختلف يا شوقي؟ ولو على فلوسك كل ما اللي دفعته في صفقة محفوظ هيتردلك. لا 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 يا فندم، هو يعني قصدي اقول ان شوقي كان قصدي. شوقي عنده لسان يعرف يتكلم به ويقول قصده ايه يا نصر. اللي بتتكلموا عليها دي مش بنتي، دي مديرة أعمال حد عايزين نتعامل معاه في السوق، يعني التعامل يبقى رسمي. يا فندم أنا آسف جدا على التهور بتاعي وبعتذر. قلت لك أكتر من ألف مرة ما بحبش الاعتذارات. قوم شوف شغلك، كلم محفوظ، خد منه معاد، وارجع لي بكلام أفهمه. أظن واضح. واضح يا فندم، واضح جدا. منا اهلا، اتفضلي. معلش يا عمي مينا، سيبه يتعلم، الاعلام مش بالسهل ومش ببلاش. معلش ايه؟ معلش ازاي؟ الوقت لما اتغير، الواد اللي مربينا انا على ايدي دي اتغير. لا نظرته هي نظرته، ولا بصيته هي بصيته، ولا كلامه وكلامه، ده اتغير يا محفوظ. الخوف وحش يا عم مينا، الخوف وحش. الخوف بيطلع من البني ادم اسوأ ما فيه. ولعلمك بقى، الواد رامي ده اصلا نضيف، بس خايف من بكره ومن الفقر. ربنا قدرنا وبقى ساعده يا عم مينا. طيب قولي يعني هتساعده ازاي وبايه؟ هانت يا عم مينا، هانت قوي. بكره الصبح ان شاء الله ورايا مشوار مهم، ربنا يجعله بخير. المشوار ده ممكن يكون نهايه سعيده لفيلم اسود كئيب. مالك يا رامي في ايه؟ مال ازاي يعني؟ يعني مختفي كده بقالك فتره، موبايلك مقفول على طول، ابعت لك 10,000 مسج ما تردش، في ايه؟ مفيش حاجة، شوية مشاكل في الشغل من اللي أنا كنت حكيت لك عليهم، بس مش أكتر يعني. كلمت خالي محفوظ؟ آه كلمته. وقال لك إيه؟ إداك الحاجة؟ ولا قال آه ولا قال لأ. تمام، هو ما إدانيش عقد نافع. تمام تمام تمام، أنا كده بقى شكرا. استني يا منه، يعني إيه شكرا يعني؟ يعني يا حبيبي أنا مش بنت نحنوحة ولا بتاعت يا روحي ويا قلبي بيقعد أضيع معاك وقت على الفاضي. أنا لولا بس إن أنا لقيتك جد ما كنتش ضيعت معاك الوقت ده كله. وأنا جد، بس الظروف هي بس. أيوة هي الجملة دي، الظروف أكتر كلمة بكرهها في حياتي. الظروف يا أستاذ ما بتدوش اللي على الإنسان الضعيف وبس. استني يا منة، يعني إيه يعني ضعيف؟ قصدك إيه ضعيف دي؟ يعني يا حبيبي لما أنت تبقى تعمل الظروف مش هي اللي تعملك، ابقى تعالى كلمني. أوعى منة ما تنزليش لوحدك، استني. ايش تعمل يا قلتلك؟ الله اهلا يا روميو. يا انت يا هي. تعال يا امور،